هيا اللي قاعد غير تشوف يزك من الغفلة صلي على النبي. هيا اللي قاعد غير تشوف يزك من الغفلة صلي على النبي. ناس مشيلو بالمد ولا على رجلية نمشي للنبي. ناس تمشيلو بالمد ولا على رجلية نمشي للنبي. اليوم يا سعدي ريتو في منامي النبي محمد. اليوم يا سعدي ريتو في منامي النبي محمد. لعل في اسم يدير غمامة يا رسول الله يا عريس القيامة. تمنيت نشوفه يتمتع فيه حروفه. عديل انا نحطكم الدول عديل طبيعتي.
لا جد زوين، انا ما تعجبنيش عرفتك. اللي قال انت دابا عجبك ولا ما عجبكش؟ لا انت شايف زوين، انا ما عجبنيش كثر. يعني دابا حاجه ما عجبكش؟ ما عجبنيش كثر. وكون ما عجبنيش تيكون طلقت. ما تقلقش مني قلت انا ما ولكن اصلا شعري قوي هذا وكيطول معايا تبارك الله يعني ماشي هو وحيت باغا نعالجو ما يمكنش نخليه طويل دابا غير اجي اجي ما في حقي كنقرد الشعر ماشي كنكشعر غنقص هذه هذه راه سميتها نقص هذه سميتها قطع دابا فين الفرق دابا ها نتا ديك لا ها دابا دابا تقلق من الحال دابا انتيا باغا تقلقي مني ما تخفيش عليا انا ما تقلقش علاش ما انت عارفه بان النهار كنا غندوزو جيت ما تقطعتيش عارف كنت غنغني بالزوج كامل سيليا قاطعة تيطوال الشعر سيليا قولي مامو قاطعة تيطوال الشعر مامو قاطعة تيطوال تيطوال الشعر هاكا زين زين يا انا زين زين بنتي أبراك دبرا بيو ما كنشاركش معكم حتى نسال ان شاء الله حيت عكست لي بزاف ديال الامور غنشارك معكم كاع داكشي اللي تعكس واللي تيسر وكيفاش 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 بلات شحال هادي ما عجبوش الحال ولكن ما عندنا ما نديرو لان شعري خصو يتعالج ما يمكنش ملي مشيت عند الكوافور قال لي ما يمكنش اصلا نقطع لك غير شويه حيت التحتاني كان واكل الضغط بزاف بسبب انا شحال هذه كنت درت الكيراتين وتقرض ليا كله
هذاك هو السبب الرئيسي. اما الصبيغه ما كنديرش دي برودوي شيميك، حتى مؤخرا عاد درت صباغه شيميك، ولكن نسيت الحاجه خاصك اللي جيتي زوين ياك ياك الله يخليك ليا. هذا ما كان احبابي بالنسبه للفيديو ديال اليوم، شاركت معكم غير شويه حيتاش ما يعني ما عنديش كيفاش غادي نصور لكم في الصالون، كانوا الناس ما كانش يمكن ليا. دابا جيت باش نجمع داري، راه غادي نجمع اختي هاد السوالف، ندير شي بويندا نجمع بها هاد السوالف ونبدل حالتي، نلبس شي بيجامه اللي تكون زوينه وتكون نقيقيه ومحدقه، وغنجمع الروينه ديال داري حيت خليتها الصباح مرونه. مشيت جبت واحد اللعيبات ديال القص، واحد الروزات اللي كيداروا في السقف، مشيت جبت بزاف ديال الحاجات وجيت. انا كان عندي معلم واحد اخر في الدار، وكان عادل مع المعلم عاد سالا ومشى، وهانتوما معايا في هاد لا فيديو هادي. ما عرفتش واش نسد لكم ولا ستيت، انا نقول لكم بيزو كبيره ليكم وتهلاو لي فراسكم. ما تنساونيش ملي كومونتير ولي لايك ديالكم. الا ما سديتش انا راكم غتشوفوا شي حاجه اخرى مورا هادي. يو جات قلت لي اريديده ايوا هذا على بلاج على بلاج هنا كاينين كاين النعامة، كاين لو شوفال، الدجاجات ولا معرفتش داكشي. المهم داكشي كيكون كاع عادي، المهم كيكون كاع دجاجة في الروج في العلس عتوكا حجل فجل خص، المهم شي حاجة كتكون كاع. شو سيدي هاك الجل زبانة. يلا نوع على صباح ما صباح 5 ونص يلا سيدي يلا يلا زيد فينا مرجيلات فينا مرجيلات وي يلا سيلي يلا رجيله رجيله يلا 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 سيلي يلا رجيله يلا فينا مرجيل يلا يلا برافو سيليا يلا 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 عادي دير لها 1 2 3 لا 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 ل
برافو. طلع لا شعر، طلع لا شعر من عينيها. صافي صافي. هاي 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 ويلي يا سيروا رجيلة تسير شوش قلت لي أجي ندرس سباق الليل تضرب حقا خي عادة برافو سيليا حيدي غير هذوك اللي في يدك واجي نتفاهموا وكتعوم من نيتها بقيتو انتوما في لابيسين ها انتوما اللي بقيتو لابيسين خو بقيتو انتوما كتهبلو برافو سيليا وكترشيها كترشيها قلنا كترشين انا من هيا